تقولي لي ايما تشوفك ايما هتحسني ليه تشوفي يا بدي ياك اليوم اشوفك ضروري 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 ثواني 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 اجاني تليفون ثواني ثواني الو ايه مرحبا شلونك شلون صحتك لا 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 كنت عم بحكي مع امي لا اعوذ بالله شو مع حدا غيرك لا انا بحبك وبموت فيكي انت الوحيده اللي بحياتي انت بس انت وغيرك لا انت الوحيده اللي بحياتي لا اعوذ بالله عم بحكي مع امي هلا عايفين من الحكي الفاضي كله ايمتى 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 نطلع نشوف بعض يعني اليوم اذا ما طلعنا بكره ما نحسن نطلع بكره رمضان راحت لبعض رمضان لسه لبعض رمضان اوه وجه راس حطنا غني حطنا غني حطنا غني غني رومانسي حطلي غني رومانسي هي هدية مني لك يا عمري يا قلبي انت غنيت ايش؟ غني رومانسية يا زلمة ايش بعد؟ لك تضرب منك للرومانسيين سوي سوي شوي بحكي معك شوي بحكي معك شوي بحكي معك ايش بعد؟ ايش بعد؟ اذا وقتني هلاك الدنيا مش رايح جاي رايح جاي رايح جاي ايش في؟ من بنت لبنت من بنت لبنت لك يا زلمة خليني نفرغ طاقتي بحكي مع صاحباتي لك تهينا 30 يوم متخيل انت متخيل 30 يوم ما تحكي مع بنت ولا تسمع غني ولا تسوي شيء متخيل انت؟ متخيل ولا ما متخيل؟ هلا عيد لك مطر وقت مطر وقت صعبة والله صعبة صعبة والله حولي يعني لك الساعة 12 تخلص حياتي تخلص حياتي كلها الساعة 12 هيك حاسس الله يا زلمة والله ما ضل 3 ساعات لك العالم بتقول اجت رمضان اجى الخير اجى البركة بيدعوا لربهم بيقوموا بيصلوا ركعتين بيسبحوا بيشكروا ربهم بيحضروا ليصوموا، انت ايش عم تفكر يا زلمه؟ ايش نيتك؟ ايش الزبالة النية اللي عندك يا زلمه؟ لك انا عم فرغ طاقتي، انت ما بتعرف انا عم فرغ طاقتي، عم فرغ طاقتي، طاقتي عم فرغها. بكره رمضان مالك متخيل بكره رمضان؟ بكره أول يوم رمضان لازم نصومه. لازم؟ ليه بتعرف؟ ألو ألو وأنا كنت مشغول هيك ما ردت عليكي. قوم يا كافر، قوم قوم يا كافر، يا مرتد، قوم يا فاسق. لهلا نايم؟ خير خير ان شاء الله خير. شو خير؟ من وين تجي الخير؟ الدنيا رمضان ولساتك نايم؟ لك صار الساعة 9 الصبح لساتك نايم؟ لك العالم كله فايت سبحت ربها الدنيا رمضان للعبادة مو للنوم؟ وتقضي صيامك نوم؟ لا الصيام كله تقضي نوم؟ لا يا ابو عزاب هاي هيك شي تخنت ابو عزاب كثير هيك مين ابو عزاب؟ هلا ورايح ما اسمي ابو عزاب اسمي الحجي واه الحجي قلت لي خلاص اسكت اسكت خذ هاي المسبحه سبح ربك بارك الله يغفر لك نايم للساعة 9 والعالم كلها خلصت صلاة وسبحت 50 مرة صلت على النبي و500 مرة صلت على النبي قوم صلي لك ركعتين لوجه الله تعالى قوم يلا حلوة هاي والله بالليل عرصة والصبح شيخ خلاص اسكت 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 إذا رب العالمين عم سامح العباد ما عم سامحوا خلاص قوم هاي شغلة بيني وبين ربي قوم صلي ركعتين ادعي لربك صلي اذكر ربك صلي على النبي يلا ماني مصدق هلا هذا ابو عزاب لحما شو قال له بفرض قلبي هاد حسبي الله ونعم بلكي ربك هداه الحمد لله الحمد لله خيو بلكي هيك ربك هداه خليني اغسل وجهي اتوضا واصلي احسن شيء يا رب يا الله تعال يخزيك الله يخزيك الله يخزيك الله يخزيك بس الله يخزيك لك كله 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 الدنيا رمضان عم تشغل اغاني ما بتخاف الله ما بتخاف ربك ما بتخاف محمد لك انت فهمتني غلط فهمت غلط لك يا ابن الحلال ما انا عم سمع اغاني ما انا عم تسمع اغاني لك مين لك مين انت مشغلك لك انا فتحت الواتساب اما شفت حالة رفيق طلع هي غنيه شو معرفني انا لك اذا كان رفيق هيك فاسق خلص شيله هي احلى حذر هاي حذر الله لا يوفقك لك انت حمار شي لك ليش حمار لك ليه بتحذر فيه لك اذا رفيق هيك كافر فاسق لازم تحذره ما تحذر تحذر حياتك كلها حسبي الله ونعم الوكيل يلا زعل مني لك خليه يزعل رفيق فاسق كافر عم بحط اغاني برمضان وبغير رمضان لازم يحط قوم خلينا نصلي فيك اماموم قوم اصلي فيك اماموم ايوه ما ضل غيرك يصير امام هلا بلكة الحكي قوم حسبي الله ونعم قوم اتوضا وصلي احسن شيء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
توت عبد الظالم نفسي نفسي ضر ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا شورا. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ترى الحبيب جل جلاله الكرام. لوين 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 هو؟ شو لوين يعني؟ جاي اقعد يعني شو بدي اعمل؟ تعال روح افتح المصحف اقرا قران. يعني شغله مو بس خلص صلاه وقمت، لازم تقرا قران دنيا رمضان. يعني انت ايش عايف لبكره؟ ضمنان تعيش لبكره؟ لازم تعمل لليوم ولا بكره، تعمل لحياتك كلها. انا معك معك، بس انه انا بقراها يعني بالليل، يعني ببروك بقرا المصحف بعد صلاه التراويح، ضروري اقراها هلا؟ ما في داعي. مو ضروري المساء، هلا اقرا والمساء بتقرا. يعني نفس يعني لازم تقرا هلا وتقرا المساء. لانه احسن وكل حسنات بتسجل عند رب العالمين. تعا يا اخوي تعا، تعا اقرا قران وجعل ربك، الله يهديك بس، الله يهديك. ايه ليش لا؟ عم والله ماني عارف ايش بوات. يلا الحمد لله جاك على الرحمن. يلا بنجي ليش لا؟ قوم 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 جيب مصحفين. يا الله بسم الله استغفر الله العظيم، كل ذنب العظيم وطول الحين. شو صار الساعة يا ابني يا اخي؟ 5:42 يا ابني يا اخي 1:43 الله شو صار الساعة يا محمد؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ساعة 12 الا دقيقة دقيقتين هيك شيء، ليه؟ هلا بس تصير 12 بقول لك. بس بتعرف؟ على قد ساعة مرق رمضان بلمح البصر، ما حسينا فيه يا رجل، لك تقولي يوم يومين. عن جد سبحانك يا رب، الله هون علينا وخلص بكل سهولة. مرق شهر كامل رمضان بدون ما نحس ولا اجى العيد، شايف؟ سبحانك يا رب. وين صارت الساعة 12؟ عن جد صارت الساعة 12؟ ايه صارت الساعة 12. صارت 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 لك. خلصنا لك غمتنا، لك زهدنا، لك افتصنا من العطش، لك اشتقت لصحباتي، لك اشتقت لصحباتي. انت ما ايش ذنبي؟ انا ايش دخلني؟ لك الله يوفقك، لك انا ايش دخلني؟ لك وين تليفوني لك لصحباتي؟ قلت لك اذا بتشوفوا تشك نول اسمع ل الو وينك؟ اليوم إذا ما جيتي جاي على بيتك طحش طحش آخذك، مو بكيفك ولا بكيفك غصب عن الكل. جيب رفقاتك كلهم، في عندك رفقات بنات كلهم جيبيهم. معزومين كلياتكم على حسابي. لك بدنا نروح على البحر، لك بدنا نسهر، لك ما خمسة أيام أسبوع ما بدنا ننام، لك بدنا نشرب، لك جيبي جيبي معك حبوب منشط، أنا بعرف كم الحبوب أنت، جيبي حبوب معك منشط مشان ما ننام أسبوع، لك بدنا نشرب، بدنا إيش بدنا نسوي نسوي، لك بدنا نخلص كل شيء. إن شاء الله لا يوفقك، لك وأنت كنت شيخ؟ لك والله خلص رمضان، خلص رمضان، خلص رمضان ولا ما خلص؟ صار الساعة 12 ولا لا؟ صار الساعة 12، خلص رمضان بلشنا بالعيد. ما بحكي معك أنت، عفوا ما بحكي معك أنت يا حبيبتي قلبي يا عمري. يلا يلا سريع سريع على البوس وقتك ماشي مسافة الطريق. لك بدي إلى رفقاتك لك كل هدول، لك بدي 18 16 20 بنت معك. يلا لك مو لازمني